نرحب بكم في منصة القيادة العامة لشرطة السارقة بالمشاركة في مهرجان السارقة القرائي للطفل في النسخة 15. منذ الانطلاقة الأولى وتحرص القيادة العامة لشرطة السارقة التواجد في هذا العرس الثقافي للطفل من خلال مشروع كتاب الطفل، ولكن في كل عام تأتي التوجيهات لمواكبة ما هو جديد في عالم الطفل، فتم إطلاق مشروع كتاب الطفل في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالإضافة إلى التعاون مع بعض الإدارات المهتمة كذلك في موضوع كتابة القصة القصيرة الأمنية التي تخدم الأبناء. نأتي لهذه النسخة الجديدة، النسخة 15، بابتكار جديد تشهده القيادة العامة وتزامن مع العصر بموضوع المختبر الجنائي المتكامل، وتمنى من الكل زيارة المنصة للتعرف على التفاصيل كاملةً.